سعيد سليمان، هذه محاولة للجزيرة، فرصة خطيرة، جول جول جزراوي بالقدم اليسرى، بالقدم اليسرى ميلوش ميلوش، الله الله. وقبل ذلك في الجولة الخامسة، بينما لدينا بالتأكيد محاولة وتسديدة وهدف أول في المباراة، يلعب الكرة لعلي سالمين، علي يمر الكرة بالكعب، جميلة من ليما، لكن أولمبي خطير، جول 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 ثاني، خطأ من أولمبي، صالح يستعيدها، صالح علي، صالح يتقوى، قال يسدد، أوبا أوبا أوهو هو، تسديدة ولا أجمل. تمشي على طول الكرة تاني، العرضية لجانييف عزيز، والعرضية الخطيرة جدا لصالح شباب الأهلي، خطيرة، والهدف الأول جميل يا ولد، الهدف الأول جميل جميل. جبل يسرى المعطرة لإشعار آخر يمكن للشباب الأهلي، ملعوبة الكرة تاني عن طريق كرتاجا، محاولة تصويب، سدد شوط يا راجل، سدد خطيرة، وممكن تاني والهدف تاني ممتاز عن طريق ماجد ناصر بهيكل بالكمال، وليد عباس، يوسف جابر، انطلاقة خطيرة جدا، ممكن دي ممكن دي، سجل سجل يا راجل يا ولد، سجل بقى أخيرا جول. الدفاع ما فيش مشكله، في جراءه عجمانيه في الطرف الثاني، وفي انتشار وفي انضباط وفي عرضيه وفي فرصه هدف ثالث، هدف ثالث، المساحات، الحمادي، التسديده والثالث الان يسجل، الهدف الثالث يسجل عن طريق داكروز، بقول لك علي الحسني واحمد خليل يا ما سجل في اهداف بركلات جزاء سابقه، احمد خليل ما يضيعش جول. الله النقبي، مجموعه اللعيبه اللي شاركوا من المدرب زاراجوزا، تمشي على طول الكره لاحمد خليل، خليل يا ولد، لعيب في اليسار ممتاز، سجل بقى للثامن، الهدف الثامن اهو، بقول لك لازم يسجل في عجمان. طفت كايوم، وصلت الى ويلتون، ويلتون يتقدم، ويلتون الى كايوم، كايو حتى يا رب. لونا نقول يبحث عن الفاعليه الحقيقيه، هذه الراسيه، هذه الراسيه، هذه الفاعليه، هدف لخرفة كايوم. جزاء، فإن أكثر الفرق وصولا على ركلات الجزاء الشارجة. وهذه كرة، الله، كرة طويلة للأمام، مسعود، عميد في المقدمة بعد مرور تقريبا 17 دقيقة، نشاهد ونتابع ضياء. لعبها لفهد حديد، فهد ليش يتعب أمام المرمى، أمام المرمى.